سائل يقول: وقف بجوار أحد الإخوة المصلين، فلما قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال: استعنت بالله. ولما قرأ الإمام سورة التين وفي آخرها: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فقال: بلى. فهل هذا مبطل للصلاة أم جائز؟ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قرأ سورة التين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وكان علي وابن عباس يفعلان ذلك. هذا في خارج الصلاة. أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله في الصلاة لا تبطل به إذا قصد الذكر، لأن الصلاة كلها محل لذكر الله. ومثل الأحناف لذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقول جل جلاله عند ذكر اسم الله، وقول صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة. ومثله ما لو أخبر بخبر سيء وهو في الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دام يقصد مجرد الذكر والدعاء. وكذلك قال بقية الفقهاء. وجاء في أمثلة الشافعية قول المأموم: استعنا بالله عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، ما دام يقصد الدعاء. وعليه فإن قول المأموم بلى عند قول الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين لا يبطل الصلاة. وكلمة بلى تفيد الإثبات بعد النفي، وهي هنا إثبات أن الله أحكم الحاكمين. وبعد مراجعة ما جاء في فقه المذاهب الأربعة نرى أن قول المأموم استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو الدعاء فإن صلاته لا تبطل باتفاق الأئمة. أما إذا لم يقصد الذكر ولا الدعاء فصلاته باطلة عند بعضهم. ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام بالقنوت، مثل آمين، أشهد، حقا، يا الله. وقول المأمومين عقب انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة: اللهم اغفر لي، ليكون تأمينه بعده موافقا لتأمين الإمام، وثواب ذلك عظيم. وجاء في كتاب الأذكار للنووي أنه يسن لكل من قرأ في الصلاة أو في غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ومن العذاب ومن الشر ومن المكروه، أو يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه نزه فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا، أو قال نحو ذلك. ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسلم عن حذيفة ابن اليمان وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أصحابنا أي الشافعية: استحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لمن قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: بلى أشهد.
وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وأدلة ذلك موجودة في أماكن كثيرة والله أعلم.